أدخل بصفته الرسمي. سعيدة جدا بتلبية دعوتكم بهذا اللقاء المتميز حول المدرسة المغربية الذي يحمل شعار تعليم ذي جودة للجميع. في هذا العرض سوف نقدم مختلف محاور التي تم الاعتماد عليها لبناء هذه المشاورات، منها اللقاء هذا اليوم. بالنسبة لمشاورات الترابية، تم الانطلاق بجميع مناطق المملكة وطبيعة الحال بمشاركة مختلف المتدخلين سواء من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها، كما هو الشأن بالنسبة لهذا اللقاء اليوم الذي تم دعوة من خلالها يعني هذه المشاورات جميع المتدخلين، بدءا بممثلي مصالح الوزارات، وكذلك منتخبون ممثلي الأمة، وكذلك رجال السلطة، ممثلي الأكاديميات الكبرى، ممثلي جمعيات الآباء، ممثلي التلاميذ وجميع المتدخلين لأجل إغلاء النقاش حول المدرسة المغربية. ولهذا فلابد من ذكر الأسس التي تم الاعتماد عليها من أجل تنزيل هذه المشاورات الوطنية، بدءا بدستور المملكة المغربية لسنة 2011، خاصة الفصل 31، كما يوضح تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر للنموج وذي جودة، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة والتكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. هناك الفصل 12، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار ديمقراطية تشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. من الأسس أيضا الفصل 13، تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. من أهم الأسس المشاورات الوطنية الخطب الملكية السامية، حيث أكد جلالته أن إصلاح التعليم هو قضية المجتمع بمختلف مكوناته من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه. ونتيجة للوعي الكبير لمختلف الشرائح، تم لأول مرة بالمملكة المغربية إحداث القانون إطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. هنا نتحدث عن مادة 6، تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والتواصل. ونتيجة لسرعة التطورات على المستوى الدولي والوطني، تم إحداث لجنة من طرف صاحب الجلالة نصره الله، لجنة نموذج التنموي الجديد، حيث أخذ مشروع تنمية التعليم ببلادنا حيزا مهما، حيث تم تقديم تقارير على أنظار صاحب الجلالة، خاصة الجزء الثاني والثالث من هذا التقرير. ولابد من الإجابة على مختلف التساؤلات: لماذا عمليات هذا المشروع؟ لماذا هذا التشاور؟ لابد من التعبير عن معنى التربية ذات جودة للجميع من خلال رؤية مشتركة للمستقبل وجعل جودة التربية ملكا للجميع عبر كفاءات القيم والانفتاح على المستوى الدولي. ما المطلوب؟ خارطة الطريق يتم إغناؤها بمقترحات ناتجة عن المشاورات. كيف ذلك؟ عبر تصور جماعي لطرق جديدة في الاشتغال وتحقيق الطموحات.
الساحات المشتركة. من سيقوم بالعملية؟ جميع المتدخلين كما هو الشأن بالنسبة للقائي اليوم. وطبيعة الحال سيتم وضع تم وضع جدولة زمنية سيتم إطلاعكم عليها خلال هذا العرض. وطبيعة الحال هناك أهداف لهذه المشاورات، أهداف استراتيجية عبر اعتبار جودة التعليم مشروعا وطنيا مشتركا للجميع عبر حق مختلف الفاعلين على الانخراط في مشروع الإصلاح، وذلك بالمساهمة في خلق ثقافة جماعية وثقافة الحوار والاحترام المتبادل، وعبر أهداف إجرائية من خلال تقديم مقترحات اعتمادا على الذكاء الجماعي واستباق النقط الخلافية حتى لا يتم عرقلة تنزيل مخرجات هذه المشاورات. بالنسبة للمنهجية العامة المعتمدة خلال هذه المشاورات، تم التركيز بداية على النواة الأساسية للمنظومة التعليمية وهي التلاميذ والآباء والفرق العاملة داخل المؤسسات التعليمية وكذلك إشراء مختلف. هناك أيضا المشاورات الترابية كما هو الحال اليوم تضم ممثلين عن أطراف الشركة المحلية داخل هنا إقليم النرجو. هناك أيضا مراجعات استشارية على المستوى الوطني، هناك ورشات محورة، لقاءات مؤسساتية ومشاورات وطنية خاصة ما يتعلق بالمنصات الرقمية التي تم حفظها للعموم المواطنات والمواطنين، مدرسة نافو عمار لتقديم اقتراحات لتزويد المدرسة العمومية. هناك مجموعة من الآليات التي تم وضعها لإشراك جميع المتدخلين بدءا بالتلميذات والتلاميذ ثم مختلف شركاء المغربية جميع الاقتراحات وتخزينها وكذلك إعطاء إمكانية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها. طبيعة الحال هناك مجموعة من ضمانات من أجل عمل مصطحة بشكل يلزم الجميع على تقديم يعني اقتراحات عملية ومناقشتها كما قلنا سابقا. ضرورة يجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات لابد من احترام مجموعة من المقتضيات كترحيب بجميع الآراء، الاستماع النشط، مناقشات هادئة وبناءة، النزاهة والشفافية في مختلف التقارير، وكذلك التواصل المستمر حول الإنجازات التي تم القيام بها والخلاصات العمومية خاصة ما يتعلق بالورشة التي يعني ستأتي بعد هذه اللقاء الافتتاحي. بطبيعة الحال جميع التقارير سيتم رفعها في المنصات الرقمية التي ذكرنا سابقا. ومن هنا تأتي الجدولة الزمنية لهذه المشاورات. تم يعني بدء هذه المشاورات الحقيقة خلال بداية شهر فبراير وستنتهي نهاية شهر يونيو الحالي. بطبيعة الحال هناك مجموعة من المراحل تم قطعها من خلال مناقشات داخل أو مشاورات داخل المنظومة، ومن هنا تأتي هذه المشاورات الترابية الآن يوم 7 يونيو بإقليم الناظور، ثم ستأتي مختلف العمليات الأخرى سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني إلى غاية نهاية شهر يونيو الحالي. وهنا أشكركم على حسن تتبعكم، ويأتي الآن يعني عرض ثالث للسيد رئيس مصلحة رئيس قسم الخريطة الدراسية من أجل تقديم نقط أساسية سيتم تدارسها خلال الورشات الثلاث، وأرجو من الجميع أن يقوموا بمساهمة إيجابية داخل هذه الورشات من أجل الرفع من جودة التعليم سواء على المستوى المحلي أو المستوى الوطني. وشكرا على حسن تتبعكم. السلام عليكم سيد الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور، السيدة المديرة الإقليمية، سيد رئيس ممثل المجلس الإقليمي، سيد ممثل مجلس الجهة، سيدات والسادة الحضور الكريم كل بصفته
وباسمه. قبل ان اتناول معكم الاشغال والورشات التي نحن جميعا مطالبين بالمساهمه فيها، وقد اشار الى ذلك السيد الكاتب العام في كلمته مشكورا على ان المدرسه ومن خلال ايضا مختلف الخطب الملكيه الساميه ومن خلال دستور المملكه كما سمعنا جميعا، من خلال قانون الاطار، من خلال تقرير النموذج التنموي الخاص ببناء المغرب 2035 كما اراده صاحب الجلاله نصره الله وكما اجمع عليه المغاربه قاطبه، والذي يمكن اختزال هذا الطموح في جعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه ولصالح رفاهه. إذا قبل هذا لابد من الإشارة بعجالة إلى مختلف الأدوات المنهجية المعتمدة خلال هذه المشاورات. هذه المشاورات كما أشار السيد مدير الأكاديمية والسيدة المديرة الإقليمية أيضا، التي ابتدأت على المستوى الداخلي، ابتدأت بإعداد هذا المشروع الذي عرض عليكم هذا الصباح، وابتدأت أيضا من خلال تبني مقاربة دامجة مندمجة تعتمد على الاستشارة الواسعة وتتبنى بطبيعة الحال روح الديمقراطية التشاركية. هذه المنهجية كانت تشمل سواء المجتمع المدرسي المباشر، المحيط المدرسي المباشر من تلاميذ وآباء وأساتذة وأطر التربوية، وأيضا المحيط المؤسسة بمختلف مكوناته ومختلف أطياف المجتمع المغربي، وذلك من خلال الأدوات المنهجية المعتمدة على مستوى المؤسسات التعليمية. تم الاعتماد فعينا من المؤسسات التعليميه اللي ايضا كانت المديريه الاقليميه للناظور مساهمه بشكل متميز في هذه المشاورات على المستوى الداخلي عن طريق ورشات الخيال الابداعي بالنسبه للثانوي الابتدائي والثانوي الاعدادي، ثم عن طريق الفوكس جروب يعني مجموعه التركيز او مجموعه البؤريه التي شاركت فيها مجموعه من المؤسسات ايضا ذات التمثيليه على المستوى الاقليمي، واللي توجهت للتلاميذ والاطر التربويه والاباء، هذا على المستوى الداخلي. واليوم نحن في لقاء الترابي الثاني على مستوى جهه الشرق، اللي هذا اللقاء الترابي يهم اقليم الناظور. هذا اللقاء الترابي اللي هي يشارك فيها جميع المدرسه المغربيه وببناء وإرساء أسس مدرسة الجودة للجميع. أيضا هنالك دائما استشارة مسطحة رقمية موجهة لجميع المواطنات والمواطنين بما في ذلك مغاربة العالم. وهذه المسطحة كما أشرت إلى ذلك السيدة المديرة الإقليمية والسيد المدير الأكاديمية، هذه المشاورات يعني جميع الآراء مرحب بها، و مطلوب يعني بإعطاء اقتراحات خلاقة ومبدعة مع التركيز على الآفاق المستقبلية لبناء مدرسة الجودة للجميع، حتى يتمكن المغرب بحول الله وقوته من بلوغ طموح النمو المنشود المرتبط بجعل المغرب يتبوأ المكان الذي يستحقها بين الأمم. بعد ذلك لابد من الإشارة بوجالة للأهداف الرئيسية لهذه المشروع، لمشروع خريطة الطريق التي أشار إليها السيد المدير الأكاديمية، والمرتبطة بالأهداف الرئيسية الثلاث، وخاصة على مستوى تحقيق أثر ملموس على التلميذات والتلاميذ، واللي يتمثل في تقليص الغضب المدرسي إلى حوالي الثلث في أفق 2026، وجعل ثلثي الأطفال يتمكنون يعني ثلثي التلاميذ يتمكنون من اكتساب تعلمات الأساس، ثم تعزيز
تفتح وانفتاح المؤسسات التربويه، وذلك عن طريق رفع عدد المشاركات والمشاركين في الانشطه الموازيه الى النصف بدلا من الربع حاليا. الهدف العام من هذه اللقاءات الترابيه التي تعتبر فضاء للنقاش البناء والمندمج على المستوى المحلي حول مدرسه الجلده للجميع، وايضا ابراز مقترحات ملموسه لتنفيذ هذا المشروع المجتمعي. الهدف العام قلت هو تقاسم واغناء مشروع خريطه الطريق والوعي بالادوار المنوطه بنا جميعا لبلوغ هذا الهدف المنشود. ثم هناك اهداف اجرائيه لهذا اللقاء الترابي، وخاصه العمل داخل الورشات وجعل الفاعلين المحليين يتفاعلون بطريقه نسقيه مع مختلف تدابير خريطه الطريق، ثم اثاره واستقاء مختلف الافكار التي من شانها مواكبه ودعم مدرسه الجوده، ثم تحقيق التوافقات المحليه المطلوبه لتحقيق هذا المنتدى. لذلك العمل سوف يركز داخل ثلاث مجموعات، ثلاث ورشات لمناقشة ثلاثة محاور. المحور الأول أو الجزء الأول يتعلق بموقع مدرسة الجودة في التنمية الترابية، وفي هذا المجال ما كنتكلموش على الموقع الجغرافي، ولكن كنتكلموا على الدور اللي خاص المدرسة تلعبو في تنمية المجال الترابي. المجال الترابي بمختلف مستوياته، نحن اليوم على مستوى إقليم الناظور بطبيعة الحال أخذاً بعين الاعتبار المجالات المحلية الترابية أي الجماعات الترابية المحلية. هذا الجزء يتعلق بالدور الذي يجب أن تطلع به المدرسة من أجل تنمية الجماعات الترابية، وبمكانة المدرسة في تحسين جاذبية الجماعات الترابية، وب مجالات المواكبة التي يمكن للجماعة الترابية أن تدعم من خلالها مدرسة الجودة. المحور الثاني أو الجزء الثاني ويتعلق بدعم الجماعة الترابية للمدرسة، وهذا الجزء يعتبر أساسي جدا. لذلك حتى في النقاش إذا كان الجزء الأول قد يتطلب ما بين 30 إلى 45 دقيقة، فالجزء هذا الجزء أساسي قد يتطلب حوالي ساعة من النقاش داخل المجموعات أو الورشات للنقاش وتبادل الأفكار والاقتراحات حول بناء مدرسة الجودة. هذا المحور غادي نتناول فيه مجموعة من المواضيع، منها البناءات، التجهيزات الرياضية، مختلف الفضاءات التي يجب أن يتم تبنيها واعتمادها لتحقيق مدرسة الجودة المنشودة، بما في ذلك التجهيزات الثقافية والتجهيزات الرياضية وتجهيزات مختلف الفضاءات اللي يمكن تكون، بما في ذلك أيضا حتى موقع المدرسة داخل تصاميم التهيئة اللي تنشتغل بها الجميع. ثم ايضا مختلف الجوانب المرتبطه بالدعم الاجتماعي من اطعام، داخليات، نقل مدرسي الى اخره. ثم مجموعه الخدمات الجماعيه او الاجتماعيه الاخرى لفائده المدرسه، بما في ذلك الامن بمحيط المدرسه، الانترنت، التجهيزات الاساسيه الى اخره. موضوع اخر لا يقل اهميه هو موضوع مرتبط بتنويع المسارات المهنية وبمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد. هذا الموضوع ديال المسارات المهنية بطبيعة الحال يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، توجه التنموي على المستوى الجهوي، انطلاق من ما تتيحه الفرص على مستوى المجال الترابي، ويأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال التوجه التنموي المنشود داخل المملكة المغربية الشريفة. أيضا ما يتعلق بمدرسة الفرصة الثانية، نحن جميعا نعلم أن مدرسة الفرصة الثانية من الجيل الجديد جاءت لتأمين
تندرس الاستدراكي وللحد من هذا المدرسي، وايضا تساهم بشكل قوي وبشكل فعال في الادماج ديال التلاميذ والاطفال اليافعين، الاطفال اليافعين الذين سواء غادروا المدرسه في سن مبكر او الذين لم تتح لهم الفرصه للولوج الى المدرسه اصلا، ويساهم هذا الادماج في ثلاث ابعاد.